الأرنب المصاب بالزكام، حكاية من التراث البورمي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في أدغال بورما يعيش ملك للحيوانات. ايه انت، تعال هنا، لماذا تأخرت؟ انت الآخر، تعال. وانت الآخر، انا لا احتاجه. اما انت، وتعال انت الآخر. اين كنت؟ بهذا الأسلوب جمع ملك الغابة الحيوانات من حوله، وكانت أجسام أتباعه دائماً مليئة بالجروح والخدوش. وفي يوم من الأيام قررت الحيوانات التصدي لملك الغابة، وهكذا تحداه كل واحد على طريقته الخاصة. الكنغر تحداه بالملاكمة، كانت النتيجة واضحة من البداية. ثم جرب الغوريلا حظه، انظر، لا لا لا، انظر انظر انظر، لا هنا هنا. وبهذا الأسلوب المتعجرف حكم الغابة ولفترة طويلة. أنا أقوى حيوان في هذه الغابة، نعم، لا أحد ينافسني، ترى، لا لا. هاي أنتم لماذا تضحكون؟ أنا لا أعتمد على أي واحد منكم، أتفهمون ذلك؟ ها؟ إيه، أنظر أنظر. أنتم هناك، ماذا تفعلون؟ ها؟ سيدي أنت تتنزه، أنا أقرأ الكتاب وأتلذذ بقراءته. تقرأ الكتاب؟ هل يملأ المعد هذا الكتاب؟ ما فائدته؟ ها؟ قل لي. إنه يشبعني. يشبعك؟ هات. يا للخسارة، غبي، أنت تشبع بالكتب. أيها الأرنب، ما الفائدة من قراءة هذه الأشياء؟ ها، قل لي ما فائدتها الآن. في الحقيقة هي لا تشبع معدتي، ولكن تشبع رأسي. تشبع رأسك؟ ما الفائدة من ذلك؟ لن يكون رأسك قويا بهذه الخزعبلات والسفاسف. سيدي، في بعض الأحيان تتغلب الحكمة على القوة. غبي، من المستحيل أن تصبح قويا دون معدة مليئة، أنت كاذب. تعال هنا، تعال، سأوضح لك الأمر، تعال إلى هنا، سأريك معنى القوة. هل أنت بخير يا أرنب؟ أكاد أموت من الخوف. ماذا تنتظر؟ هيا تعال، هيا تعال. حسنا، ها أنا قادم قادم. هل رأيت الآن؟ إن الأقوياء عضليا هم الذين يفوزون في هذه الدنيا، هل عرفت ذلك؟ لم أتوقع هذا، يجب أن أفعل شيئا، وإلا ستصبح جميع الحيوانات بائسة إلى الأبد. لا وقت للراحة الآن، يجب أن أجد حلا. ليس هذا. أوه، هذا هو، قد وجدته فعلا. هذا، ماذا تريد؟ ها، قل لي. سامحني على ما فعلت، وأرجو منك أن تلقي نظرة على هذا. ما زلت غبيا، ما فائدة هذا الكتاب؟ هذا زي يليق بأقوى الحيوانات، نحن نطلب منك العفو ونود أن نقدمه لك كهدية. هاي أنتم تضعون مشاعري، إذن اجعلوا هذا الزي مناسبا لي، أنا أقوى الحيوانات. حسنا، تفعلون. هيا هيا بسرعة، أنتظركم بفارغ الصبر. وهكذا قاد الأرنب جميع الحيوانات لصنع الزي الجديد لملك الغابة المغرور بقوته. ألم يجهز بعد؟ أنا لا أستطيع الانتظار. يا أرنب، أنت بارع ومخطط. سيكون جاهزا بعد قليل يا سيدي.
هذا أفضل من لا شيء. هيا أيها الأرنب من الآن وصاعدا ستكون أنت من أتباعي. سيدي إنه جاهز، لقد انتهينا. حقاً إنه جاهز. هيا دعني أرى. هيا. رائع رائع، أسرع والبسوني إياه. حاضر يا سيدي حاضر، أرجوك اهدأ. أيها الفيل ضع التاج على رأسه. هيا. سيدي هل هناك خطأ؟ جميع الأقوياء في البلدان الأخرى يضعون التيجان هكذا. لقد صنع الأرنب هذا التاج من الفولاذ والرصاص، ولا عجب إن كان ثقيلا. ألا أبدو جميلا؟ ها؟ نعم جميل جدا جدا. جميل جميل جميل. أيوة الفيل الآن الرداء. سيدي ما الخطأ سيدي؟ طبعا بما أنه مصنوع من الفولاذ فإنه ثقيل جدا، ملك الغابة لا يدري شيئا عنه. كيف أبدو الآن جميلا ها؟ أنت رائع رائع جدا. هي رائع رائع. أيها الفيل والآن ألبسوا الحذاء. حاضر. سيدي الآن تقدم قليلا. ماذا حدث لك؟ ماذا؟ الحذاء أيضا كان مصنوعا من الفولاذ وكان كالقيود. هكذا أحسن على ما أعتقد. إيه؟ أوه طبعا يناسبك تماما، أرجوك قف على المنصة. رائع رائع جميل. أيها الفيل والآن السيف. هيا. حاضر. يا أبو سيدي هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير بخير جدا. كان السيف ثقيلا جدا. نعم أنا بخير، فقط أردت أن أستلقي على الأرض. ألست جميلا هكذا؟ نعم أنت جميل جميل جدا جدا. والآن اسمعوا جميعا، يعيش أقوى الحيوانات. يعيش يعيش. أنا أقوى حيوانات الغابة. والآن هيا إلى الغابة نلعب ونمرح. هيا هيا. وذهب الجميع إلى الغابة، وبعد برهة قصيرة أدرك ملك الغابة بأنه قد خدع من قبل الأرنب. ها هو الآن محاصر ومقيد بالحديد والفولاذ. يا للمخادع، لقد خدعني الأرنب خدعني، ولكن سترون ماذا سأفعل به. هيا أحضروا لي الطعام، أحضروا لي الطعام، أريد طعاما كثيرا. هيا أعطوه طعاما. حاضر سأعطيه بعض الطعام حالا. سيدي هذا هو طعامه. هيا هيا أطعمني. هيا افتح فمك. لم يعد ملك الغابة الآن يختلف عن أي مريض. أيها الدب بماذا تشبه رائحة فمي؟ كرائحة السمك الفاسد، إنها رائحة كريهة. غير معقول رائحة فمك كريهة جدا. ماذا تقول أيها الغبي؟ كيف تجرؤ على هاي؟ إنه ينادي ثانية، لا تذهبوا إليه. إني لست سهلة الانخداع كالدب، انظروا وشاهدوا ما الذي سأفعل بهذا المتهور. هي أنت بماذا تشبهين رائحة فمي؟ تشبه رائحة الورود. نعم. ماذا ورود؟ لم أنظف أسناني طيلة حياتي سوى مرة واحدة. أيتها المخادعة أنت كاذبة كاذبة كاذبة. تستحقين هذا. نعم تستحقين. سوف أطلب حضور الأرنب هذه المرة. هاي أيها الأرنب، أيها الأرنب تعال إلى هنا. الأرنب سأذهب إليه. لا تذهب. ماذا تريد يا سيدي؟ أيها الأرنب إني مسرور لرؤيتك، مسرور وأشكرك على كل شيء يا عزيز. لا شكر على واجب يا سيدي، أنا في خدمتك دائما. شكرا. اقترب مني. تعال تعال، بماذا تشبه رائحة فمي؟ ها؟ متأسف لا أستطيع أن أجيبك. ماذا؟ سيدي أنا مصاب بالزكام ولا أستطيع الشم الآن، أرجوك انتظر حتى أشفى من الزكام. تعال بعد أن تتحسن. اذهب اذهب. نعم يا سيدي سأعود بعد أن أتحسن. نعم مع السلامة مع السلامة. من يومها والأرنب وبقية الحيوانات لم تقترب من ملك الغابة أو ترضخ له.
هل شفيت أيها الأرنب؟ استطاع الأرنب أن يعيد السلام إلى الغابة، طبعا بالحكمة وليس بالقوة. ألم تتعصب بعد؟ ألم يتبع عنك السكان؟ أحسن، 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 يبدو عقلاني مصاب بالزكام.